التي تتصدر المشهد سواء في الصحف والمواقع، وأيضا كمان استعداد فريق النادي الأهلي للمرحلة القادمة بعد أداء مباراة الذهاب بالأمس أمام جيما الأثيوبي والفوز بهدفين مقابل لا شيء في إطار مستهل مشوار النادي الأهلي في دور الـ 32 لدوري الأبطال الإفريقي. في هذه الفقرة بيشرفنا بينورنا الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. أستاذ خالد مساء الخير عليك. مساء الخير أستاذ محمد، أنا مبسوط أنا موجود معاك أول مرة. أهلا بيك. إن شاء الله يعني نقدم حلقة كويسة ومبسوط أني موجود على فرصة أنت معانا بقى، يعني المشاهد يستفيد بمعلومات ويعرف الأخبار وفي نفس الوقت كمان يشوف بقى الإعلام إزاي بيتابع وبيراقب المرحلة الحالية سواء في فريق كرة القدم للبطولة الأفريقية والبداية أمام جيما الأثيوبي والأحداث الرياضية بشكل عام، لأن النهاردة عندنا في أخبار كتير جدا متعلقة بكرة القدم المصرية بشكل خاص. إن شاء الله يعني لو هنتكلم عن الماتش امبارح الظاهري قدام الناس أو في حسابات الكورة 2-0 على أرضك دي نتيجة كويسة، بس انت عارف طبعا استاذ محمد ان النتيجه دايما جماهير النادي الاهلي لما يكون الامر متاح بالنسبه لهم ان الفريق شايفين الفريق انه ممكن يكسب 2 و3 و4 ده شيء بالنسبه لهم النتيجه ما كانتش مرضيه لا لجماهير النادي الاهلي ولا للجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده كابتن محمد يوسف. بالمناسبه يعني الفرصه كانت متاحه امبارح، لكن هنقول ظروف معاكسه، سوء توفيق، تسرع، حاجات كتير قالت للنتيجه اللي احنا برضو بنقول هي مش وحشه، نتيجه كويسه بحسابات الذهاب والعوده. والنادي الاهلي من تاريخ مبارياته الافريقيه حتى في البطوله اللي فاتت والبطوله اللي قبلها دايما بيحقق نتائج على خارج ارضه افضل بكثير، خاصه في المراحل الاقصائيه باستثناء المباراه النهائيه اللي كان في قدام الترجي اللي كان ليها ظروف خاصه والكل الناس عارفاها. مشهد مباراه الامس مش هتكلم عن انطباعات الجمهور، لان الجمهور اكيد عايز اداء وعايز نتيجه ونتيجه افضل من كده واداء افضل من كده لانه عايز فرقته تبقى احسن فرقه، لكن الإعلام برضو وصف المباراة بالأمس إزاي؟ الإعلام اهتم بإيه في تفاصيل مباراة الأمس أمام جيما الأثيوبي وهي بداية للأهلي نقلة ما بين مباريات محلية وضغط مباريات محلية وعلى مشوار إفريقي بينطلق بشكل مختلف في أجندة جديدة الاتحاد الإفريقي عدل فيها في هذا العام؟ بص خلينا نتفق ان في حاجه يعني في المباراه ممكن تبص لنتيجتها من كذا منظور. لو اتكلمنا من المنظور الايجابي، النادي الاهلي رجع استمر في مسيره الانتصارات، فاز في اول مشوار الافريقي بنتيجه 2-0، ادى الفرصه لكام لاعب يعني مثلا محمد شريف اول مره يلعب، في كريم ندفيد استمر في مسلسل التألق بتاعه، في مروان محسن جاب هدف كويس جدا واستمر في التهديف بعد كسر عقدة الغياب والعقم التهديفي اللي كان موجود. إيجابيات كثيرة من المباراة. المنظور الثاني وعلى الناحية الثانية في سلبيات. السلبيات أنت إهدار الفرص بشكل مش طبيعي. لو عدينا الفرص هنلاقي على الاقل في 6 اهداف محققه، لابد ان هو يكون فيهم على الاقل 4 5 اهداف. دي كانت ابرز سلبيات المباراه واللي الجهاز الفني اقر بيها في المؤتمر الصحفي وقال ان هو لابد ليها من حل. هو الوقت قليل جدا والوقت مضغوط جدا انك تقدر تحضر لعبتك او تجهز لعبتك، عندك ماتش بعد يوم الاثنين اللي جاي، بعدها على طول بتسافر اثيوبيا علشان تلعب الماتش، الوقت قليل جدا في عمليه. هو انت دلوقتي حاليا بتعمل كل اللي بتقدر تعمله ريكفري، انت بتعمل اعاده استشفاء اللعيبه، بتعمل اعاده تاهيل للعيبه، بيبقى قدامك على الجانب الاخر بتحاول تجهز لعيبه مصابه، بتحاول تجهز لعيبه كانت في اصابه وعايز ترجع على طول مباريات. مجهود كبير المفروض الجهاز الفني بيعمله. يعني شايف يا استاذ خالد في التوقيت ده كمان الجهاز الفني صعب انه يعمل حتى تدريبات تخصصيه للعيبه، سواء معالجه اهدار الفرص السهله، سواء ان اللاعب ازاي يعدي لاعب قصاد لاعب، يعني واحد قصاد واحد، شغل تكتيك على الكرات العرضيه، على ضربات الركنيه، على الكرات الثابته. الشغل الفني انت من خلال حديثك انا شايف انك كمان بتقول ان الجهاز الفني عنده صعوبه ان حتى في التوقيت يقدر يشتغل تخصصي مع اللعيبه لمعالجه اي سلبيات في اي مباراه. بص خلينا نكون منطقيين، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده على الفرق العاديه، انما فرق بحجم النادي الاهلي لابد ان هي تكون جاهزه ان هي تعمل ده، مؤهله ان هي تعمل ده. النادي الاهلي بيدخل كل مباراه هو هدف الفوز، ما عندوش خيار تاني، ما عندوش بلان بي، هو لازم يكسب. فعلشان انت لازم تكسب لازم يكون عندك خطط بديله 1 و2 و3 و4. قصه ان الوقت ضغط عليا، انت عارف ان الوقت ضغط عليك المفروض يكون عندك جدول زمني ما انت حاطه وانت قاعد بتذاكر وشايف الامور ماشيه معاك ازاي. ما ينفعش انك تتفاجئ، ما ينفعش انك تيجي تقول لي الوقت ضغط عليا، ابدا.
النادي الاهلي قدروا، وعلى فكره احنا من ساعه ما بنشتغلنا في النادي الاهلي او بنغطي النادي الاهلي عارفين ان النادي الاهلي على طول مضغوط، عشان ده قدر البطل، على طول مضغوط، سواء مضغوط اعلاميا، مضغوط جماهيريا، مضغوط على حيث المباريات. انت بقى قدرتك انت علشان تتعامل مع الضغط هنا بقى بيفرق، يعني بيفرق. خلينا نقول علشان كده دايما دايما شخصيه الاهلي عن اي حاجه ثانيه، عن شخصيه الاهلي وشخصيه اللي يعمل في النادي الاهلي، سواء اللي يعمل في النادي الاهلي كلاعب او كمدرب او حتى دكتور او حتى اي حاجه، شخصيه الموجود في النادي الاهلي لابد ان تكون مختلفه، لابد انها تقدر تتعامل ازاي مع الضغوط، تتعامل ازاي مع سواء يعني خسرت مباراه، تتعامل ازاي بسرعه، تقدر تقوم ازاي بسرعه، ده اللي بيفرقك عن اي فريق ثاني. طيب ابرز برضو العناوين اللي ممكن الصحف اهتمت بيها في مباراه يعني الامس اللي ظهرت امام جيما الاثيوبي، هل العناوين الصحفيه اهتمت اكتر بالنقاط الايجابيه، ان لسه في مباراه عوده يقدر الاهلي يعود بنتيجه ايجابيه من خلال المعطيات اللي ظهرت بيها مباراه الامس ما بين الفريقين سواء الاهلي او الفريق الاثيوبي؟ لا، هو كل التركيز كان على ان الاهلي اهدر فوز، كان اهدر فوز كبير، الاهلي حقق فوز اوريدي، بس اهدر فوز كبير كان في المتناول، وكان ممكن يقدر زي ما قلنا 4 و5 كمان او 6، يعني احنا ما بنبالغش، معطيات المباراه كانت بتقول كده. اغلب الارقام كانت على اغلب العناوين كانت على ان النادي الاهلي اهدر فوز كان في المتناول، كمان كان التناول لمستوى الفريق المنافس فريق جيما ابا جيفار، ان هو كان مستوى يعتبر يعني هنقول المستوى ما ينفعش نقول جيد، هو كان مستوى ضعيف. النادي الاهلي قدر ان هو يكسب، بس كان محتاج انه يكسب باهداف اكتر من كده. طيب في مباريات افريقيه بتقام في التوقيت الحالي ما بين دوري الابطال او الكونفدراليه، يعني بالامس مثلا انا كنت بتابع على فكره مباراه النصر الليبي مع حوريه كوناكري الغيني، فريق حوريه كوناكري كان في دوري الابطال وصل لمرحله دور الثمانيه وواجه النادي الاهلي وظهر بشكل جيد جدا في مجموعه امام الوداد المغربي، لكن بالامس وبالمناسبه هذه المباراه اقيمت في استاد المقاولون العرب، فريق النصر الليبي حقق نتيجه كبيره وفاز 3-0. على الجانب الاخر دي مباريات دوري الابطال في دور ال 32 اللي اقيمت بالامس يوم الجمعه، فريق قسطنطين الجزائري فاز بصعوبه بالغه 1-0 على فريق موزمبيقي بشكل كان صعب جدا، والكل كان بيتوقع الفريق الجزائري هيفوز بسكور. شايف المباريات الحاليه بنتائج حتى مباراه النهارده، يعني المصري بيخسر على ملعبه 2-0 في بطوله الكونفدراليه، النجم الساحلي بيفوز على استاد ابيجان الايفواري، ولسه في مباريات متتاليه في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. هو الموسم الحالي هو موسم مضغوط جدا للبطوله الافريقيه بالظروف الاستثنائيه المعروفه اللي هي البطوله هتنتهي عشان قبل كاس الامم الافريقيه. انا شايف ان البطوله الحاليه فرصه للفرق الكبيره ان هي وقت قليل جدا تقدر تكون بطل للقاره، سواء في الكونفدراليه او في دوري ابطال افريقيا، ده هيضع اعباء كبيره جدا على الانديه الكبيره، ان انت لابد انك تكون مجهز نفسك بشكل كويس جدا خاصه في فتره الانتقالات. اهم حاجه انك تعدي من الادوار التمهيديه، بعد كده الامور بتبقى سهله بالنسبه للفرقه الكبيره، اما الفرقه الصغيره محدش هيبكي عليها، يعني هو كده كده يعني عادي، مش مشكله تبقى موجوده، هي موجوده عشان الفرقه الكبيره تبقى موجوده يعني. طيب هو بالمناسبه طبعا الترجي التونسي معفي وما بيلعبش دور ال 32 لانه بيشارك في كاس العالم للانديه، وحسب اللائحه قيل الفائز بدوري الابطال هيلعب على طول من دور المجموعات في دور ال 16. صحيح. لكن في نفس الوقت عايز اركز على نتيجه مهمه بتتلعب مباراه في هذا التوقيت، مباراه العين الاماراتي مع الترجي التونسي في كاس العالم للانديه في ابو ظبي على استاد هزاع بن زايد. العين الاماراتي متقدم حتى هذه اللحظات 3-0، هدف منهم قال يعني مميز جدا لحسين الشحات النجم المصري، لكن النتيجه في حد ذاتها على بطل افريقيا المفروض الترجي التونسي، شايفها ازاي في ظل ان البطوله الافريقيه بالمستويات اللي فيها المفروض نشوف فريق افريقي بيلعب بشكل اقوى من كده قدام كمان فريق يعني فريق عربي، يعني مباراه ديربي عربي قدام العين الاماراتي؟ بص خليني اقول لك ان احنا بدايه لو قلنا ان هو ده مستوى فريق الترجي التونسي هيتقال ان احنا مع كره الاهلي وكنا كان النادي الاهلي النهائي وكان النادي الاهلي حق وكان. لا، الفرق الافريقيه في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات بما فيهم النادي الاهلي كانت مستواها ما يؤهلهاش ان هي تظهر بالشكل اللائق في كاس العالم للانديه. يعني لو رجعنا بالزمن لمشاركات النادي الاهلي اللي هو اكثر مشاركات واللي عادله ريال مدريد بالمناسبه في البطوله دي، النادي الاهلي اغلب المراكز الكويسه اللي حققها كان وقت موجود فيها ابو تريكه، محمد بركات، جيل عماد متعب، فلافيو، الجمعه، اسماء
لو جينا نقارن بين حجم الاسماء اللي كانت موجوده وحجم الاسماء اللي موجوده دلوقتي مثلا في فريق زي الترجي مثلا، هنقارن هنقول حجم الاسماء بقى، حجم اللعيبه نفسها ما تلاقيش يعني لاعب عليه العين قوي، يعني لاعب نجم، لاعب سوبر، بعكس العين الامارات. العين الاماراتي اظهر شخصيه قويه جدا في المباراه اللي فاتت، انك تكون خسران 3-0 وترجع تتعادل 3-3 وتكسر بضربات الجزاء، واضح جدا ان ده فريق عنده شخصيه، واضح جدا ان ده فريق بطل، عنده لعيبه كتير جدا كويسه سواء محترفين او المحليين الموجودين. ده في نقطه فارقه يا استاذ خالد كمان، العين الاماراتي يبدو خلال الاسبوع الاخير على موعد مع الاهداف الثلاثيه والهاتريك في المباريات، يعني حتى كنت بتفرج عليه مباراه في دوري الخليج العربي كان مهزوم من الوصل الاماراتي 3-1، قدر يتعادل 3-3، لكن في الاخر الوصل جاب الجول الرابع وخسر العين 4-3 في كاس زايد في كاس رئيس الدوله هناك في الامارات. ثم بعد ذلك مباراه كاس العالم للانديه كان خسران 3-0 من بطل نيوزيلندا وعاد بثلاثه اهداف وفاز بركله الترجيح. النهارده على الترجي متقدم بثلاثه، فبالتالي فريق عنده زي ما قلت الشخصيه، عنده الفكر، عنده جهاز فني متميز، عنده لعيبه كمان اجانب عاملين فروق قوي فنيه ومهاريه في تحديدا في الخط الامامي. نادي العين نادي كبير، نادي العين من اكبر انديه اسيا، بيستغل سواء شعبيته اللي موجوده في الامارات او في القاره، او على فكره على المستوى العربي نادي العين نادي معروف، يعني لو جيت تقول من افضل انديه الامارات هتقول العين، وبعد كده تدخل في انديه كتيره. نادي العين زي ما بتكلم شخصيه البطل هي اللي بتحسم المباريات دي، يعني نادي العين لما يكسب 3-0 في على فريق بحجم الترجي ممكن يكون تأهيل، خلينا نقول برضو تأهيل فريق الترجي للبطولة ما كانش كويس، ما كانش على المستوى المطلوب، ما اداش البطولة الاستعداد الأمثل. أنا مش متابعين بصراحة لنادي الترجي، فأنا مش عارف هو اتعامل مع الموضوع إزاي. هو كان في ضغط مباراة عندهم في الدوري التونسي صعب جدا، زي ما الأهلي مضغوط في الدوري المحلي، فما كانش عنده يعني الفرصه ان يحضر. لو النادي الاهلي كان وصل المونديال كان ممكن ده يبقى الحل، يعني ما اعتقدش ان كنا 3-0 في الاول كده، بس الله اعلم، يعني ما اعرفش اللي حصل. اعتقد ان النادي الاهلي كان ممكن يعني يكون افضل من كده، وان يعني دي حاجه بس فهم الغير. تخيل الاهلي كان ممكن يلعب، يعني لو كان افترض فاز بدوري ابطال افريقيا وتاهل لكاس عالم الانديه، بالامس الاهلي كان بيلعب بقائمه 16 لاعب بحجم الاصابات اللي كانت موجوده، يعني غيابك عن كاس عالم الانديه او عدم او فوزك باللقب لا، يعني انت في توقيت فعلا صعب، في التوقيت الحالي انت بتكمل قائمه نتيجه اصابات وفي ظروف بتتعرض لها غير طبيعيه. والله انت يعني احنا دلوقتي بنفرض افتراض كان ممكن لما تروح كاس العالم للانديه تبقى لعيبتك كامله، او الحاله النفسيه تبقى احسن، او حاله، يعني انت ما تعرفش، دي افتراضات، فالافتراضات ما نقدرش ناخد جزء من هنا على جزء من هنا ونكون نظريه، الافتراض يعني نكمله من اول للاخر او ما نطرحوش يعني. طيب في هذه اللحظات بيقولوا لي خلاص العين الاماراتي المباراه انتهت، فاز 3-0 على ترجي التونسي وهدف عالمي لحسين الشحات ضمن الاهداف الثلاثه، وبهذه النتيجه العين الاماراتي بيتأهل لمواجهه ريفر بليت نصف النهائي الارجنتيني في مباراه سيمي فاينال، وبالتاكيد كلنا شفنا بقى مباراه ريفر بليت مع بوكا جونيورز اللي اقيمت في سانتياغو برنابيو في مدريد. هو خلينا مش هنقدر نقول ان المباراه الجايه هي اللي هتبقى المحك الرئيسي للعين، لا، العين واضح في المباراه الاولى انه عنده شخصيه، المباراه الثانيه بيلعب بطل افريقيا ايا كان مستواه، هو بطل افريقيا. العين بتنتظر مباراه قويه جدا. برضو عايز اقول لك ان فريق ريفر بليت مش فريق المرعب قوي انك مستحيل تكسبه، لا، وارد جدا ان العين يكسب ويتاهل لنهائي البطوله يعني. طيب نعود بقى للمباريات الافريقيه من جديد ومباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه القادم. نفصل عن مباراه النجوم ولا الجهاز الفني؟ انا برضو يعني بعذر الناس، يعني الجهاز الفني في ظرف 48 ساعه بيحضر لمباراه في الدوري العام. في ميزه انك عندك لعيبه في الدوري في القائمه المحليه تستعين بيهم عكس القائمه الافريقيه. لكن شايف المساله دي ازاي وبين مباراه النجوم ومباراه العوده في اثيوبيا؟ شايف المساله دي ان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي متعود على كده، والنادي الاهلي يملك من الامكانيات والخبرات التي، ده كلام مش انشاء على فكره، ده كلام في مواقف حصلت في سنوات سابقه، كلام بيسرده التاريخ. النادي الاهلي على مدار تاريخه انه بيتعرض لظروف اصعب من كده بكتير وبيعدي. لعيبه النادي الاهلي جزء كبير من لعيبه النادي الاهلي، خلينا نقول عشان نكون واقعيين ومنطقيين، جزء كبير جدا كبير من لعيبه النادي الاهلي يملك من الخبرات ما يؤهلهم للمرور من المرحله الصعبه دي.
على الجهاز الفني، والجهاز الفني مش جديد على بطولة افريقيا، الجهاز الفني كابتن محمد يوسف حتى وان كان مؤقت هو يملك من الخبرات التي تؤهله ان هو يؤهل اللعيبه للمرحله اللي احنا فيها. تتوقع يكون في اصابات يعني تنتهي واللعيبه تعود لمباراه اثيوبيا، ولا من خلال معلوماتك ومصادرك بالاتصالات مع الجهاز الفني والجهاز الطبي هيبقى في غيابات زي ما ظهرت في مباراه الذهاب؟ لا، الواضح ان احمد فتحي يعني قرب يكون جاهز، وطبعا وليد ازهر انتهى الايقاف بتاعه فيكون موجود، ودي قوه كبيره جدا مش عايزين نغفلها. وليد ازهر وقوه هجوميه بيستفيد منها النادي الاهلي، ينقصه التركيز في انهاء الهجمات، وده ان شاء الله احنا يعني منتظرين ده يحصل في الفتره اللي جايه من كابتن محمد يوسف، ان هو اتكلم برضه في نفس القصه، قال لك ان احنا هنتعامل مع لعيب النادي الاهلي في موضوع انهاء الهجمات الفتره اللي جايه. هسالك في يعني في جزئيه مباراه الذهاب بسؤال صحفي، لان مباراه الامس ما كانش فيها اسئله كتير غير سؤال واحد، ليه يا كابتن يوسف ما بداتش بوليد سليمان؟ واذ بالكابتن يوسف يفاجئ الجميع ان وليد سليمان عنده اصابه في رجليه او بيشتكي من بعض الحاجات في رجليه، فبالتالي الجهاز الفني بيتعامل بالتوازي مع تاهيل وعلاج وليد سليمان مع الدفع به في المباريات في توقيتات معينه عشان بيحتاجوا في توقيتات في الفترة الأخيرة. شفت الموضوع ده ازاي والسؤال ده ازاي؟ لأن الكابتن يوسف فاجئ الكل انه حتى لما كان بيريح وليد في مباريات الدوري الأخيرة ما كانش بيريحه عشان يخزنه المباراة الإفريقية، لا هو أصلا مصاب وحتى ما بدأش بيه مباراة الأمس. لا هو لو مصاب ما يلعبش. هي حجم الإصابة الكابتن يوسف ما قالهاش، بس أنا بتكلم في فكرة إن المرحلة دي شايفها ازاي بسؤال كان إجابته مفاجأة للجميع بالفعل، حتى وليد سليمان أبرز اللاعبين ممكن يكون بيشتكي من اجهاد، يعني مش اصابه عضليه، واصابه عضليه هيبقى صعب يلعب، بس حتى لو بيشتكي من اجهاد. هو اللي انا اعرفه ان لو في اصابه قد تؤثر او مشاركه اللاعب قد تؤثر وهو مصاب او بنسبه مش جاهز بنسبه 100%، اللي انا اعرفه طبيعي ان اللاعب ما يكونش ما يشاركش في المباريات. عنده اجهاد دي قصه ثانيه خالص. اجهاد فان انا اشاركه او ادي له ربع ساعه ثلث ساعه ما احملش عليه في التدريبات ومحملش عليه في المباريات، ده اللي بيحصل فعلا، ده برضو موضوع تاني. فانا اعتقد ممكن يكون تصريحات الكابتن محمد يوسف تم فهمها بطريقه خطا، انما انا شايف ان هو لو لاعب مصاب فعلا لا ما يشاركش ان كانت اهميته، عشان كده ممكن تخسره فتره اطول، والفتره المقبله اهم لا تقل اهميه على الفتره الحاليه. تمام، كسر حاجز النتائج السلبيه، الفوز على جيما، الفوز على بتروجيت، الجونه، طلائع الجيش، يعني كناحيه معنويه الصحافه بترصدها ازاي؟ الصحافه بترصدها ان هي دي شخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل. لابد انك ما تطولش الانديه، لو تبص على كل انديه العالم الكبيره، في انديه كبيره زي ميلان مثلا وقع ومش قادر يرجع. انا ما بقارنش طبعا، في النادي الاهلي طبعا قيمه كبيره وقيمه معروفه على مستوى العالم، بس احنا اتعودنا النادي الاهلي وقعاته حتى لما بيقع ما بيطولش، علشان اللي بيفرق هنا فعلا الشخصيه اللي دايما انا مصر ان انا اتكلم عنها في كل مكان وكل الاوقات. لما يكون النادي الاهلي في حاله مش طبيعيه، الحاله الطبيعيه دايما النادي الاهلي هو البطل، النادي الاهلي هو اللي دايما بيحقق الانتصارات، النادي الاهلي هو اللي دايما قادر انه يرجع، قادر ان هو لو خسر مباراه بتلاقيه بيقدم مباراه كويسه جدا في المباراه اللي بعدها، فهي دي شخصيه النادي الاهلي. طيب انا دلوقتي معايا خبر مهم جدا وفي مداخله هاتفيه مهمه جدا على هذا الخبر. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن انحصار سباق تنظيم كاس الامم 2019 بين مصر وجنوب افريقيا، وخلال الفتره القادمه هيكون فيها بقى في اجتماعات وزيارات متعلقه بالدولتين، زيارات تفتيشيه والملفين اللي متقدموا للجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي، واجتماع ان شاء الله يوم 9 يناير لاعلان الدوله المستضيفه. معي على التليفون المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ، عليك معلش انا مش عارف الاستاذ خالد التريبي رئيس القسم الرياضي لجريده الشروبي، مساء عليك خالد حبيبي. هو المهم هو اللي كلمني بس ما قاليش ان هو هيبقى. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. باشمهندس، خبر مهم جدا والاتحاد الافريقي اعلن بشكل رسمي خلاص مصر تقدمت وقدمت كل الاوراق المطلوبه لتنظيم هذه البطوله، وايضا جنوب افريقيا في اللحظات الاخيره قدمت التعهد الحكومي لضمان التنظيم. يعني الساعات الاخيره في مساله هذا الملف
في ظل ان كان بيننا مكالمه في اقل من اسبوع اتكلمنا ان خلاص مصر بتدعم بالتاكيد اي دوله عربيه تقدم، لكن حصلت متغيرات كثيره جدا خلال الساعات الاخيره والايام الاخيره قبل غلق باب تقديم الملفات لتنظيم كاس الامم في صيف عام 2019. صحيح، هو يعني خلاص بشكل نهائي ال 2014 كان هو اخر ميعاد لتقديم الطلبات التنظيم. حصل في اليومين اللي قبل غلق الباب يعني اتصالات ما بين المنطقة بوريتا ومجلس الاتحاد وبين كل أجهزة الدولة. في الأخير تم الاتفاق على التقدم بطلب التنظيم. قدم الاتحاد المصري، احنا أرسلنا الطلب يوم الخميس 13، ثم أنهى الدكتور أشرف صبحي سلمنا التعهد الحكومي موقعا من السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول يوم الجمعه 14، وارسل بالفعل للاتحاد الافريقي. خلاص احنا اكملنا ما علينا، ثم علمنا ان الاتحاد الجنوب الافريقي تقدم برضه لطلب التنظيم. احنا عارفين زي ما قلنا قبل كده ان في وجود 24 فريق في ظل وقت قصير جدا قليل جدا الدول اللي تقدر قادرة على التنظيم وعلى استضافة ال 24 فريق وعلى استضافة 6 مجموعات. يعني خلاص هي كان احنا قلنا قبل كده عشان ما نكررش، يعني دول تعد على اصابع اليد الواحدة. خلاص اصبح المسألة ما بين مصر وجنوب افريقيا. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للملف المصري. القرار هيتخذ ان شاء الله باذن الله 9 يناير المقبل، يعني الا لو راى المكتب التنفيذي اي تاخير، لكن هو عنده برضه ارتباطات وعنده رعاه وعنده سبونسرز وعنده حقوق مختلفه، فلازم يعلن عن البطوله عشان هو كمان الاتحاد الافريقي يلحق ورعاته يلحقوا يشوفوا اجراءاتهم. احنا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله جاهزين تماما في الوقت المحدد. طبيعي ان بيبقى فيه زيارات تفتيشيه مختلفه من اللجان المتخصصه للكاف انها تقدر تشوف الـ كل المتطلبات ان شاء الله باذن الله، كل متطلبات التنظيم المصريه سواء من ملاعب او فنادق او طرق او مطارات او مستشفيات او خلافه تكون جاهزه. لو في اي ملاحظه للجان المختلفه او للكاف يتم التعامل معها فورا، وان شاء الله باذن الله يكون الصوره كامله تبلورة قبل الاجتماع، وباذن الله يحظى الملف المصري بقبول المكتب التنفيذي. مصر لما نظمت طبعا مهم جدا فضل. في المساله عشان نبقى صراحه يعني. ايوه المهندس انا بريده هو يعني مفتاح القصه، فيعني هو عليه دور كبير وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. احنا كلنا ثقه فيه، احنا فايق كلنا بنتحرك في الادوار اللي بتتحدد لنا، لكن هو في الاخر ان شاء الله باذن الله عليه دور كبير جدا في انه يقدر يحسم المساله دي بشكل كبير لصالح الملف ان شاء الله. طيب مصر بالتاكيد كان لها دور كبير جدا، وكان تنظيم 7 نجوم بصراحه مش 5 نجوم في 2006، وكنا حاضرين هذا التنظيم في كاس الامم الافريقيه اللي اتنظمت في مصر، كان التنظيم على اعلى مستوى. المره دي في 2019 يعني الظروف كلها اختلفت. بعد 13 سنه عدد المنتخبات زاد ب 24 منتخب، الشروط اللي بيطلبها الاتحاد الافريقي لتنظيم البطولات اختلف تماما في مرحله 2006 ل 2019. ايه الاختلاف اللي حصل ومصر قدمت ايه في الملف عشان تنظم هذه البطوله؟ لا احنا اولا احنا نظمنا بعد 2006 احنا نظمنا كاس العالم للشباب 2009، وكان عندنا وكانت معاييرها اعلى، تنظيم كاس العالم للشباب معاييرها اعلى من اكيد من الاتحاد الافريقي بالشكل. ما فيش شك ما بنقللش ابدا من الجانب الجنوب افريقي، ناس نظموا كاس عالم ونظموا بطوله افريقيه في 2018 و2013، لكن ان شاء الله باذن الله يعني مش عايزين نكون يعني مبالغين، لكن ان شاء الله باذن الله بنطمن الجماهير المصريه ان باذن الله اللي احنا هنكون موفقين كل النقط المطلوبه ان شاء الله. حددتوا ملاعب يا باشمهندس؟ لا هو احنا عندنا عدد كبير من الملاعب جاهز، في الاخر الامر هيوضع قدام الاتحاد الافريقي، هيبقى في ترتيب للاولويات، هيقعد الفتره الجايه مجلس اداره اتحاد الكوره ومنتدى بوريدا للتحديد، واحنا عندنا ما عندناش اي مشكله احنا نقدر نقدم لهم في القاهره اكثر من 4 أو 5 ملاعب، نقدر نقدم لهم في اسكندريه 3 ملاعب، نقدر نقدم لهم استاد الجيش، نقدر نقدم لهم استاد بورسعيد، استاد اسماعيليه، وزي ما انا قلت لك اسكندريه عندنا برج العرب، حرس الحدود،
استاد اسكندريه، عندنا هنا استاد القاهره، استاد الكليه الحربيه، استاد السلام، الدفاع الجوي، بتروسبورت، فنقدر نقدم لهم عدد كبير جدا من الملاعب، وهم لو عندهم ملحوظ اي ملحوظه في اي شكل على ملعب او خلافه او على قرب ملعب من فندق او على ملاعب تدريب مرفقه، كل ده كلام بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله يعني سهل التعاطي معاه. طيب استاذ خالد التريبي كان ليه سؤال ليك يا باشمهندس. اتفضل. استاذ خالد يا باشمهندس، عندي سؤال بس، هل القرار كان هيختلف بالنسبه لمصر لو كنا عارفين من الاول ان جنوب افريقيا هتنظم البطوله؟ لا ما كانش هيختلف بالنسبه لنا، يعني احنا ما كانش عندنا، هو الفكره كلها كانت رغبتنا والتاكد الاول من رغبه الدوله في التقدم للمساله، لان دون وجود التعهد الحكومي، الاتحاد هو اللي بيقدم الطلب وهو اللي منوط بالتنظيم، لكن لو ما كانش في تاكيد ان الدوله عندها الرغبه في التقدم للتنظيم ما كناش قدمنا. بمجرد وجود رغبه من الدوله واستعداد لتطبيق الاشتراطات والتعهد بتطبيق الاشتراطات من ناحية الامنيه والماليه والتاشيرات، في حاجات كثيره جدا بتبقى مرتبطه بالدوله اكثر منها من الاتحاد، بمجرد ان وجود الرغبه من الدوله والتوافق على هذا الامر فما كانش عندنا مشكله من مقدم. بالتوفيق. طيب باشمهندس، برضو في جزئيه متعلقه، يمكن انا خلال الساعات الاخيره حبيت يعني اقرب اكتر من المشهد في المغرب. ما تدي فرصه لخالد بقى هو ضيف يقول حاجه. لا انا خلاص كده، خلاص هو كان سؤال. لا في فرصه كده يا باشمهندس، بس في جزئيه يمكن انا يعني حبيت اشوف المشهد اكتر في المغرب وفي جنوب افريقيا خلال الساعات الاخيره. المشهد كان قريب شويه في نقطه معينه وهي متعلقه بالعوائد الماليه، يمكن المغرب كان ليها نقطه يعني مش حابه انها تقدم، وكانت عايزه الاتحاد الافريقي يشارك مع المغرب في التنظيم زي ما حصل في تنظيم الجابون وغينيا الاستوائيه. جنوب افريقيا قالت هتقدم الضمانات لكن كانت هتشوف قصه ان الاتحاد الافريقي في مساله توزيع العوائد الماليه، في مساله التسويق والبث الفضائي وعدد التذاكر المتعلقه في الارباح هذه البطوله. مصر يعني توزيع عوائد البطولات الافريقيه بالظبط محدد باللوائح، لكن نظرا للظرف الطارئ هذه المره هل الاتحاد الافريقي والله هو الناس ما ضربوش حتى على ايديهم، هم الناس قالوا ان اللي عنده استعداد يقدم ويكون جاهز يقدر يقدم، وبناء عليه ما يعني ده مساله ما هياش دي معروفه تماما ومعروفه لينا في القواعد واللوائح، ان شاء الله باذن الله دي مش هتكون عائق في المدى. اكيد. سؤال اخير يا باشمهندس، لجنه القيم النهارده خدت قرار مهم جدا وكان اول اجتماع ليها مع اتحاد كره القدم، واجتمعت بخصوص يعني تطبيق عقوبة أو مسألة تدخل أو حديث نائب رئيس نادي الترسانة بخصوص التحكيم. الهدف من السؤال أن لجنة القيم خدت قرارات أو اعتقد قرارات مهمة في هذا الشأن، سيتم تطبيقها للجميع بالتأكيد خلال الفترة القادمة. يعني كوهين يعني ولد وصلح ساعات، انت دخلت بتتكلم في الملف وبعدين دخلت نفس لجنه. ده سؤال اخير لان ده متعلق بقى باجتماع النهارده كان مهم، يعني ده اول اجتماع لجنه القيم يا باشمهندس. في لائحه محدده لجنه القيم موجوده في لائحه النظام الاساسي، لها لوائحها لا تعقيب على قراراتها، الجهه الوحيده اللي تقدر تعقب بعد قرارات لجنه القيم هي الاستئناف فقط. ده اللي كنت عايز استوضحه من هذا السؤال يا باشمهندس، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا باشمهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد. الجزئيه الاخيره لجنه القيم، لان هي الفكره اللي كنت عايز اسمعها من مهندس احمد مجاهد، ان قراراتها ملزمه على الجميع وحتى التعليق عليها او الاستئناف بتبقى من خلال لجنه الاستئناف. واضح من تصريحات المهندس احمد مجاهد ان حتى مجلس الاداره بعيد تماما عن هذا الملف. يا ريت، احسن الكل يبقى بعيد، لابد ان يكون ده اللي احنا بنطالب بيه، ان يكون في منظومه قويه لا يجوز الضغط على الحكام. لابد من حساب الحكام، بس ده الحساب ده هم بيعملوه داخليا وده معروف، وفي حكام بتستبعد وفي حكام بتتعاقب وفي حكام كل بيحصل فيها الكلام المطلوب اللي يغلط يتعاقب، بس المفروض ان كل الانديه بلا استثناء تنصاع، عايز تعترض اعترض، قدم طلب رسمي اعترض، لكن الضغط على الحكام عن طريق الاعلام من كل الانديه اصبح شيء غير مقبول، علشان لابد ان اتحاد الكره يوفر الحمايه للحكام عشان قراراتهم تبقى حازمه وصارمه ولا يجوز التاثير عليها الفتره اللي جايه. طيب، والجزئيه بقى المهمه اللي بتكلم فيها مساله انحصار المنافسه خلاص بين مصر وجنوب افريقيا حسب اعلان الاتحاد الافريقي، وفي اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 9 يناير في هذا الشان.
تصريحات المهندس احمد نجات في هذا الملف شايفها ازاي في ظل ان خلاص انت داخل دلوقتي في مساله بقى تصويت ما بين دولتين لاختيار الملف الابرز لتنظيم البطوله؟ بص خلينا نكون نقسم الموضوع لجزئين. الجزء الاولاني قبل ما كنا عايزين ناخد البطوله ودلوقتي احنا تقدمنا بملف رسمي عشان ناخد البطوله. قبل ما كنا عايزين ناخد البطوله الموضوع كان عادي بالنسبه لنا، اي دوله تاخدها ما فيش مشكله، انما طالما انت كدوله لها الرياده في افريقيا طلبت انك تكون موجود وتنظم البطوله لابد انك تكرس كل جهودك الفتره اللي جايه لاستضافه البطوله. طالما اعلنت وتقدمت بطلب رسمي لابد ان احنا نكمل خطواتنا للاخر، ولابد ان الجميع يكون مع اتحاد الكره، ننسى بقى اختلافاتنا وننسى كل حاجه. دلوقتي مصر هي اللي عايزه تنظم بطوله كاس افريقيا الافريقيه مش اتحاد الكوره. تاني مصر هي اللي عايزه تنظم بطوله مش اتحاد الكوره، فاي حد عنده خلافات مع اتحاد الكوره، اي حد مش عاجبه حاجه في اتحاد الكوره، دلوقتي اتحاد الكوره مش خصم. احنا دلوقتي حاليا كلنا لابد ان احنا نكون في ظهر او بنساند الملف المصري، علشان مصر لابد ان هي طالما تقدمت لابد ان احنا نكون كلنا ورا الطلب. شايف تنظيم البطوله مدى انعكاسه بشكل ايجابي على مصر في الفتره القادمه تحديدا في المباريات المحليه والمسابقات المحليه، في عوده الجمهور، في تجهيز الملاعب، في اعاده البنيه التحتيه للملاعب المصريه من جديد زي ما كان موجود الكلام ده في 2006 وفي 2009 حتى لما نظمنا كاس العالم للشباب؟ احنا راي مش مختلف عن ناس كتير جدا، حتى من قطاع كبير جدا من الجماهير قالت لو احنا استطعنا واحنا قادرين على فكره تنظيم بطوله افريقيا بحضور جماهيري بات من غير المقبول ان انت ترجع تقول الدوري من غير جمهور، استحاله، هتبقى صعبه قوي بصراحه، صعبه جدا. ده مش ماتش افريقيا بتلعبه كل اسبوعين او كل شهرين او كل ثلاث شهور بيكون عندك فيهم ماتشين ثلاثه لكل نادي وخلاص، دي بطوله فيها 24 منتخب عايز تامنهم من قبل ما يعني الوفود هتيجي قبل البطوله يمكن باسبوع، دول بيتامنين بالفنادق بتاعتهم، بالاستادات اللي هيلعبوا فيها، بكل الاماكن المحيطه بيهم، بالاماكن اللي هم عايزين بيخرجوا، بيتامنوا كل ده، انك قادر تامن كل ده، كل العدد ده في توقيت كبير ونيجي نقول ان احنا الدوري هيكون من غير جمهور هيبقى صعب شويه ان الجماهير نفسها تتقبله. دي وجهه نظري في الموضوع، يعني احنا لابد ان احنا طالما خدنا الخطوه دي، اعتراف ضمني ورسمي من كل الجهات المعنيه في الدوله ان مصر قادره على اعاده الجماهير مره اخرى للمدرجات، واحنا قادرين على فكره من زمان، احنا قادرين ان احنا نعمل ده، وانا واثق ان الدوله او عندها اتجاه، وكذا مره طلعت قالت الكلام ده. انا عايزين بقى ان احنا الكلام ده يدخل حيز التنفيذ ولا يشوبه شائبه، بمعنى ان لو حصل اي مشكله، وارد اي مشكله تحصل في اي مدرج من المدرجات، في اي مدرج في العالم وارد انه تحصل فيه مشكله، بس مش عشان بتحصل مشكله ناخد قرار ان احنا لا مفيش جماهير. كل دول العالم يعني اقرب حاجه اللي حصل في الارجنتين، اعتقد ان هم منعوش الجماهير بعد اللي حصل ده كله، نقلوا المباراه ورجع العجله بتدور تاني هناك مفيش اي مشكله، وده كان حدث كبير جدا انه يحصل، فمفيش اي مشكله ان احنا تحصل مشكله لا قدر الله، وده وارد على فكره. جمهور الكوره مش جمهور قاعد في اوبرا او جمهور قاعد في مسرح، هو كده احنا واجبنا ان احنا نثقفهم، واجبنا ان احنا نوعيهم، واجبنا ان احنا نقول لهم وجودك ووجود الجماهير في المدرجات ده واجب وطني على الجميع، صوره بتنعكس لمصر قدام العالم كله سواء في الدوري او في اي حاجه. انت كجمهور عندك مسؤوليه كبيره جدا لا تقل عن دور المسؤول، لابد طالما بيطالب المسؤول انه يكون على قد التزاماته وعلى قد مسؤوليته لابد انت كمان تأدي التزاماتك وواجباتك، المسؤوليه مشتركه، محدش ليه مسؤوليه، محدش ليه حاجه والتاني لا، كل واحد عليه دور. طالما بنطالب بنطالب المسؤولين يعيدوا الجماهير المدرجات، برضه بنطالب الجماهير ان هي تكون ملتزمه في المدرجات، وانا اثق في وعي الجماهير الفتره اللي جايه علشان الحرمان طول واحنا تعبنا من الحرمان. بمناسبه الجمهور نطلع نشوف راي الجمهور، معانا تقرير مهم جدا للجمهور في الشارع بيتكلم عن امور كثيره جدا لكن اهمها كمان مشوار النادي الاهلي في الدوري العام، وجمهوره ازاي وهو بيتكلم على بطوله الدوري وكمان احساسه في فرقه النادي الاهلي وهو بشكل كبير غايب عن الملاعب وعن المدرجات. نخرج الى هذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الاستاذ خالد الاتريبي بعد هذا التقرير. احنا
والله كان ماتش يعني متوسط، وكان المفروض الاهلي يبقى افضل من كده، وكان ضيعنا فرص كتير واهداف كتير، وكان المفروض نخلص اكتر من كده. كان ماتش يخلص 5 بسهوله. تعرف هناك الظروف في اثيوبيا بتبقى صعبه شويه، والتنفس والارتفاع عن سطح البحر، فربنا يستر ان شاء الله. بس رجاله الاهلي قدها قدود يعني. الاهلي عود الناس كلها على مستوى ثابت، بيكسب كل الماتشات، ومش مجرد المكسب بس كمان اداء. احنا في الشوط الاول جبنا جونين واللعيبه اطمنت شويه، فالمفروض بدل نزود بقى 2 3 4 لا، بالذات اللي احنا في مرحله كمان الاهلي محتاج اللي هو يدي ثقه لجمهوره. ف ده كانت النقطه السلبيه الوحيده في الماتش. الاجوان بتضيع، وحاسس ان في رعونه في للمهاجمين، وحاسس ان اهداف يعني لا ينبغي انها تضيع، وخصوصا ان هي يعني ميدو جابر بيحط كوره ما اعرفش ازاي يعني، ولكن ان شاء الله يعني ربنا ييسر الحال ويكون التعويض حريف ان شاء الله في الماتش. هو 2-0 يعني ان شاء الله يعني النتيجه يعدي بها بامر الله. يعني المفروض يتمرنوا على ان الفرص السهله ديت ما تضيعش. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نقول احنا هنندم على الحاجات دي بعدين، قلنا الكلام ده في كذا ماتش وحصل. المفروض ان من نص فرصه الواحد يجيب يخلص الاجوان دي، انما هو عموما هي الفرقه مش قويه قوي يعني، فرقه عشوائيه، وممكن ان احنا نغلبها هناك او نتعادل معاها. الماتش كان كويس امبارح، بس كنا منتظرين اداء احسن من كده يعني، بس النتيجه هي شويه مؤلمه. مؤلمه لان الفريق امبارح كان بيلعب كويس، وانت عارف اثيوبيا تحت سطح الارض والكلام ده كله بتبقى مشكله، الجو هناك بيبقى عامل رئيس يعني تنافس. تمام، الاهلي لعب ماتش معقول، مش رائع بس معقول يعني، مش كفايه. الفرقه مش عيال صغيره وكويسين، ربنا يستر هناك. والاكسجين انت عارف فوق سطح مش عارف 14000 متر حاجه زي كده، ربنا يستر. بدايه يعني مش مطمئنه. والله احنا كنا كويسين، بس جينا في الشوط الثاني استهترنا شويه يعني، او اتدلعنا شويه زي ما بنقول كده كويس. بس الاهلي ان شاء الله هيكسب هناك يعني. لا الفرقه ما تخوفش، بس هو عشان الجو بس وفوق مستوى سطح البحر وبتاع والكلام ده كله والتنفس. بس هو يعني كفريق لا، احنا ان شاء الله نكسبه هناك. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين في الحوار مع الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. استاذ خالد، تعليق على هذا التقرير وراي الجمهور اولا، كمان في مباراه جيما الاثيوبي بالامس في ظل الجمهور ما كانش موجود في الملعب لكن شاف المباراه واتفرج عليها، يعني رايك ايه وتعليقك على هذا الكلام؟ هو في بعض الان من نتيجه 2-0، وخاصه الظروف المناخيه هناك او الظروف الارتفاع على سطح البحر مخوف بعض الجماهير، في اللي شايف ان النتيجه مقبوله. كل الاراء على فكره قد تتفق معاها، انت الموضوع مقلق من ناحيه الظروف اللي هم اتكلموا فيها، بس انا شايف زي ما اتفقنا ان خبره النادي الاهلي قادر انه يعدي من المرحله دي، وقادر انه يعدي من المباراه. في احد المشجعين قال البدايه مش مطمئنه. خلينا نكون متفقين ان الاهلي في دور ال 32 غير الاهلي دور ال 16 ان شاء الله لما يتأهل. الاهلي مختلف تماما في بكل ما تحمله الكلمه من معنى. في صفقات جديده، في لعيبه هترجع من اصابات، في لعيبه عندك اوريدي ما كانتش مقيده افريقيا. الاهلي هيكون شكله مختلف من دور المجموعات طبعا. لا ده في نقطه كمان تاريخيه بس عايز اكدها للناس، وهي مش مبرر ولا سبب والله لاي حاجه ممكن تتقال. فاكر البطوله قبل الماضيه لما الوداد وصل فاينل قدام النادي الاهلي؟ الوداد تخطى دور ال 32 بصعوبه بالغه امام ونانا الجابوني بركلات الجزاء الترجيحيه. والبدايه مالهاش علاقه خالص بالنهائيات، بطوله افريقيا ليها معايير مختلفه وكل دور ليه متطلبات معينه. كل بطوله بالمناسبه، بطوله الكاس، الكؤوس المحليه، في الدوري بدايه النادي الاهلي ممكن تكون الناس شايفها في الدوري كانت ضعيفه، بس انا شايف ان الاهلي هيكون منافس قوي على بطوله الدوري السنه دي. ده البدايات لا تعبر اطلاقا عن انت هتروح فين في البطوله. لا انا شايف ان قد يكون، واحنا الاهلي كسب 2-0 يا جماعه بالظبط يعني. لا والعبره كمان انك ازاي بقى تخرج من الشكل ده وتحضر نفسك للادوار التاليه. ده اللي حاصل، ده اللي حصل، وده اللي شايف الوقت اللي جاي، وده اللي اتاكد عليه كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي، قال ده. فان شاء الله ربنا يكرم باذن الله الفتره اللي جايه، والفتره الجايه تبقى افضل ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب مباراه الدوري العام، ونرجع
للملف المحلي من تاني ونغلق الملف الافريقي مؤقتا. مباراه النجوم مباراه صعبه ولا شايف المباراه ازاي في ظل ان فريق النجوم من الفرق اللي بتلعب كوره مختلفه شويه عن باقي فرق الدوري، معاهم مدير فني ثبت وجوده في بعض الفرق اللي كان تولى تدريبها الكابتن احمد سامي، الفريق اللي كسب نادي الزمالك في الدوري السنه دي، شايف هذه المباراه ازاي؟ مباراه صعبه طبعا. انا مبدئيا خلينا نتكلم على شخصيه الكابتن احمد سامي. انا بتفق معاك انه مدير فني بيحب الكوره، بيلعب كوره، بيقرا كويس جدا الفريق اللي قدامه، فانا متوقع ان هو يكون دارس النادي الاهلي كويس، مش زي اي مباراه. يهمه جدا بعد ما كسب النادي الزمالك، يهمه جدا ان الزمالك المفروض ان هو المتصدر دلوقتي، يهمه جدا انه يكسب احد المرشحين بقوه للمنافسه على اللقب او المرشح الاول للمنافسه على اللقب، مش علشان احنا برضه في قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي حينما يعود لاجواء المنافسه بكل عناصره وتكتمل كل عناصره، لا هيكون من ضمن المرشح، مرشح بقوه للعوده لللقب من جديد او الحفاظ على اللقب. اللقب ما طلعش، ما راحش في حته عشان يرجع. النادي المباراه صعبه، خاصه ان هي بعد وقت قصير جدا من مباراه جيما قدام فريق منظم، قدر كان خسران في مباراته الماضيه قدام نادي انبي على ما اتذكر، وقدر ان هو يرجع بالنتيجه، خسر 1-0 وتعادل، تعادل 1-1 وكان قريب جدا انه يكسب. فريق صعب انه يفرط في نقاط المباراه بسهوله، يعني ما بيخسر، ممكن هو حاليا اعتقد انه في المركز 13 ب 17 بونت. بالنسبه للفريق لسه اول مره يصعد ويكون في المركز 13 وتحته في انديه كبيره، ده دي نتائج كويسه وتخليك برضو تقول لك ان في انك هتقابل فريق محترم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. لا، وفرقه نجوم تحديدا حتى لو في المركز ال 13 فوز وتعادل في مباراتين ممكن يصعد بيه من ال 13 للسادس او الخامس. العمليه متقاربه جدا. العمليه متقاربه في جدول الدوري. الدوري الموسم ده موسم قوي جدا على فكره، يعني ما تعرفش مين هيكسب مين، يعني مش قبل المباراه هتقول فلان هيكسب. زي ما كنا الاول من حوالي سنتين ثلاثه كنا نقول النتيجه مضمونه حتى ما كناش بنتفرج. دلوقتي بقى في مباريات ممتعه في الدوري، ممتعه بمعنى كلمه ممتعه، لو توفر ليها عناصر الامتاع الحقيقيه، لا الدوري المصري دوري قوي. يعني بمعنى عناصر الامتاع، لو توفر جمهور كويس، لو التصوير، الملاعب افضل من كده، لا هيبان في الصوره قدامنا ان في دوري قوي بيتلعب، اقوى من دوريات كتير متوفر لها العناصر اللي بقول لك عليها ديات، بس مش متوفر فيها عنصر المنافسه او عنصر الكره الحلوه اللي بقى موجود. على فكره في معظم انديه الدوري دلوقتي بقى بيدور على الكره الحلوه، يلعب كره ازاي، مش اللي هو يفضل متمركز قدام منطقه الجزاء ويخطف جون او يطلع بتعادل او يطلع باكبر كم تعادل ويجمع في نقط علشان ما يهبطش، لا كله بقى عنده طموح انه يلعب. ليله مباراه النجوم بكره ان شاء الله، يعني بعد 24 ساعه المباراه يوم الاثنين ان شاء الله على استاد السلام في الساعه 7 مساء يوم الاثنين باذن الله. لكن وانت بتحضر لتقديمه هذه المباراه وهتكتب التشكيل المتوقع في نهايه الخبر او في نهايه التقرير، هتعتمد على القائمه الافريقيه او اللعيبه اللي لعبت مباراه جيما، ولا في مخيلتك من خلال متابعتك للتدريبات الاخيره للاهلي بعد هذه المباراه الاثيوبيه هتعدل في شكل التشكيل المتوقع لهذه المباراه؟ شوف، هو اعتقد ان هيتم اضافه بعض العناصر زي احمد الشيخ مثلا. لا هريح يعني انا لو مكان المدير الفني طبعا كابتن محمد يوسف، لا هريح بعض اللعيبه، الوقت قصير وانا عندي لعيبه اوريدي كويسه ممكن تادي المهمه، بس مش هجري تعديلات كبيره على التشكيل. زي ما قلنا المباراه مش مباراه سهله علشان اغير 4-5 لعيبه في القوام الاساسي بتاعي، لا المباراه صعبه، لابد ان اتعامل معاها ان هي مباراه صعبه، علشان ودايما الكابتن سامح حفيظ كان مرحله صعبه، فعلا هي مرحله صعبه. كل الفرق اللي بتقابلك عايز تكسبك، كل الفرق اللي بتقابلك عايز تاخد تعمل حتى قدامك اداء وتعمل قدامك نتيجه، فانت دلوقتي حاليا كل المؤجلات عايز تكسبها عشان تظهر في المنافسه، فكل المعطيات اللي معانا ديت بتقول ان لابد من عدم اجراء تغييرات جذريه في التشكيل والابقاء على القوام الاساسي مع اضافه بعض العناصر وابقاء بعض العناصر على دكه البدلاء واستخدامها اثناء سير المباراه. بنسبه كام كتبت التشكيل متوقع وطلع صح؟ كتير قبل المباراه بيوم. كتير كتير كتير. المتابع للنادي الاهلي ولبغات النادي الاهلي على فكره مش متوقع بس التشكيل، في قرارات متوقعه،
متوقعه من قبلها بفتره من 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 تعاملك مع الاداره او تعاملك مع الجهاز الفني او تعاملك مع المسؤولين في النادي الاهلي. في ساعات بتبقى عارف قاري التفكير وبتبقى عامل ازاي، وهنا احيانا كانت بتبقى في مفاجات كتيره يعني ما بتبقاش متوقعه، فهي انا ما حدش توقعها يعني. طيب تمام، تعالى نسمع راي الجمهور في مباراه النجوم ان شاء الله يوم الاثنين. برضو الجمهور اكيد له رؤيه مختلفه بعد الاحداث الاخيره والمباريات الاخيره وضغط المباريات، ممكن يكون له وجهه نظر في مباراه النجوم. نخرج الى تقرير نشوف راي الجمهور في الشارع عن مباراه النجوم في الدوري يوم الاثنين مع النادي الاهلي، ونواصل الحديث مع الاستاذ خالد الريتريبي عقب هذا التقرير. هي مواجهه صعبه عشان دلوقتي ان الاهلي الظروف عنده كانت صعبه شويه وضغط المباريات فعامل صعوبه عليه، وخلى فيه كل الفرق تطمع ان هي ممكن تفوز على الاهلي، فبيخلي الند اللي قدام الاهلي بيحارب ان هو ممكن يجيب جون فينا الاول يقفل علينا يعمل كل الكلام ده، والنجوم كانت فازت على الزمالك فماتش صعب جدا. ان شاء الله باذن الله يكون ماتش كويس والاهلي يلعب عشان يوصل للدور للمركز الاول يعني ان شاء الله عشان يعوض الفرق بينه وبين متصدر الدوري يعني. انا شايف الماتش اللي فات اللي هو بتاع افريقيا دوت عملوا بذلوا فيه مجهود كويس وعملوا فيه حاجه كويسه، وان شاء الله الماتش الجاي يعني ربنا يكرمهم ويوفقهم، وثلاث نقط عشان الفتره اللي جايه دي كلها محتاجين نقط عشان نوصل لصداره الدوري باذن الله. والله انا شايف ان يعني الفتره اللي فاتت الاداء ماشي تصاعدي يعني، مبسوط برجوع مروان محسن بصراحه تاني. بصراحه اتمنى انه يستمر ما تبقاش فتره ونرجع تاني زي ما كنا. اهم حاجه ان يبقى في تحسن من ماتش لماتش، دي اهم حاجه، بعد كده ما فيش اي مشكله تانية. والله المواجهه تبقى صعبه طبعا، برضو لسه الفريق لعب ماتش امبارح فبس في تقدم في المستوى، وان شاء الله احنا بنامل يعني ان في التدعيمات بتاعه يناير الفريق يبان بشكل كويس ومظهر كويس بصراحه، لان احنا كنا قلقانين الفتره اللي فاتت، ومستنين بقى دعم رئيس النادي بقى ان شاء الله، وربنا كده يقومه بالسلامه وتبقى الدنيا كويسه معانا. لا انا شايف ان الاهلي ابتدى يعمل الفتره اللي فاتت دي كومباك يعني. بالظبط كده. وده مسبب قلق شويه لبعض الفرق يعني. وقادر ان هو يرجع لمكانه الطبيعي المركز الاول ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيبقى زي الفل. النجوم بيكسبوا بالحظ. انما الاهلي يستعيد وضعه وان شاء الله يقدم مباراه كويسه. ان شاء الله الاهلي هيكسب المباراه ديت ويكسب كل المؤجلات كلها، وان شاء الله انا متوقع ان شاء الله الاهلي هيختم الدوري فائز ان شاء الله بالبطوله دي، ويكون ان شاء الله البطوله رقم 41. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير، والجمهور بيتكلم عن استعداد الاهلي لمباراه النجوم والمرحله القادمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت واحنا بنتكلم عن الفريق الاول هناك ايضا نجاحات في قطاع الناشئين، مش بنتكلم عن فريق الشباب او فريق 19 سنه، لا وصلت كمان مرحله 2001 الفريق اللي بيقوده فنان الكابتن احمد سراج كان عنده مباراه قمه امام فريق نادي الزمالك وفاز بهدفين مقابل لا شيء، مباراه كانت كبيره قدر فريق النادي الاهلي يعمل نتيجه كبيره ومباراه كبيره داخل نادي الزمالك. كابتن احمد سراج مساء الخير عليك. النور استاذ محمد، وبرحب بحضرتك وبرحب بضيفك كابتن. اهلا بك يا كابتن احمد. يعني كابتن احمد سراج المدير الفني للفريق 2001 يا استاذ خالد، عامل نتائج ايجابيه جدا في مرحله فريق 2001 جدا ومباراه مع نادي الزمالك في مرحله سنيه مهمه بيلعبوا دوري قوي. كابتن سراج كلمني عن المباراه بشكل عام والنتيجه اللي ظهرت بيها او النتيجه اللي خرجت بيها هذه المباراه، وايه اللي قلته لعيبتك، والنهارده كان عارف كان في اجتماع ليك مع اللعيبه وتم صرف مكافئات اجاده للاعبين بعد هذا الفوز. يمكن الحمد لله على الفوز طبعا محمد، انا يعني بتكلم على مجموعه قطاع ناشئين النادي الاهلي طبعا. بدايه طبعا انا ببارك طبعا للفريق الاول بتاعنا على فوزه، وتكون بدايه خير ان شاء الله في البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لمباراتنا مع الزمالك، يمكن انت عارف الاجواء طبعا بين الفرق فريق الزمالك وفريق الاهلي طبعا في منافسه دايما كاحد اقطاب الكره المصريه. يمكن المباراه جايه من حوالي من سنين طويله ما لعبناش في نادي الزمالك هناك، يمكن فوق ال 20 سنه مثلا ما لعبناش حتى منافسه هناك براعم او ناشئين او اشبال او شباب. يمكن دي من اوائل المباريات اللي في النادي هناك اتعملت. الحمد لله الولاد طبعا انا اتكلمت معاهم طبعا
ان هم يلتزموا سلوكيا يلتزموا ادبيا. طبعا الولاد ادوا على مستوى يمكن فنان واخلاقيا وكانت النتيجه الحمد لله للفوز. كابتن سراج فرصه وانت معانا برضو يعني عرف الناس التشكيل اللي لعبت بيه، ابرز اللاعبين اللي ظهروا في المباراه، الهدفين من اللي احرزهم، قيمه هذا الجيل اللي بتحضروه للفتره القادمه لقطاع الشباب والفريق الاول. يمكن الفريق بدا تشكيله بعاصم حارس مرمى، يمكن احمد سيد عبد الناجي باك رايت، هاني ومغربي سيرد باكات، محمد اشرف باك ليفت، يمكن لعبت باثنين ديفندر كوكا احمد كوكا وجلال، قدامهم احمد اشرف، حماده الفيل، عمر رزق، وعبد الوهاب كفروت. يمكن الاولاد النواحي التكتيكيه طبعا انت عارف مباراه الزمالك دايما فيها شد وجذب وفيها انضباط، لازم كان انا قلت لهم نبهت عليهم في الحاجات دي، دايما المباريات القمه ديت دايما لازم تلتزم فنيا، وكانت نتيجه الالتزام دي الحمد لله. يمكن الولاد ادوا مباراه رائعه، شرفوا طبعا النادي الاهلي طبعا، والحمد لله بشهاده كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين كان قاعد بيتفرج. يمكن بالنسبه للمكافئات طبعا النهارده الحمد لله يمكن كفتحي شافنا على ان احنا ادينا على اعلى مستوى، يمكن ادوا ادى مكافاه طبعا مكافاه اجاده للولاد، يمكن كمان احرز الاهداف يمكن طه محمود و على ما اذكر طه محمود ومغربي السرد باك. طيب ترتيب الفريق في المسابقه يا كابتن سراج ومدى اهميه المسابقه بتقام بدوري جمهوريه، اعتقد مرحله 2001 دوري جمهوريه. طبعا ده بيدي قوه اكتر للفريق. لا وعامه فريق 2001 كمان يمكن المرحله السنيه ديت هي المرحله السنيه اللي هي و97 اللي ليهم كمان منتخب اولمبي ومنتخب شباب، يمكن منتخب الشباب بكذا الكابتن ربيع كان موجود طبعا امبارح واشاد بالفرقه. فطبعا في مجملها طبعا السن دوت السن طبعا مباشر ان شاء الله للفريق الاول. بتمنى ان انا الولاد يكون اعلى مستوى ويشرفونا. طبعا احنا كل شغلنا طبعا بطوله الجمهوريه ان احنا نطلع لعيب سوبر او لعيب يستاهل يلبس تيشيرت النادي الاهلي، وده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه الفتره اللي فاتت. يمكن كمان قبل كده انا كان متعود الحمد لله يعني بطولات الجمهوريه الحمد لله يمكن تميزت فيها. يمكن احنا دلوقتي في المركز الاول بفارق 5 بونت عن اطراف الجيش وفرق 13 بونت عن المقاصه. يمكن الدور الاول يعتبر كده خلص بنهايه مباراه الزمالك ان شاء الله. يمكن بعد بكره عندنا الاسماعيلي في الاسماعيلي ان شاء الله. كابتن احمد سراج المدير الفني للفريق 2001 بالنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك ولقطاع الناشئين والفريق الاول خلال المرحله القادمه. استاذ خالد برضو خبر يعني كان مهم ناخد نتيجه هذه المباراه اللي اقيمت بالامس واجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين وحرص الكابتن فتحي مبروك مدير القطاع انه يحضر المباراه بالامس والنهارده يكون قاعد مع لعيبه في صرف مكافات اجاده حتى اللاعب يحس ان في اهتمام بالدوري 2001، في اهتمام بتجهيز لعيبه للمرحله الجايه. اعتقد كلها اخبار مبشره في قطاع الناشئين. طبعا هو اصلا توجه عند الكابتن خطيب من اول ما تولى مسؤوليه مجلس اداره النادي الاهلي توجه بالاهتمام بقطاع الناشئين والاعتماد بشكل كبير جدا على الشباب والناشئين لتصعيد لاعبين للفريق الاول. لاعب عارف يعني ايه الناشئ، مختلف شويه عن اللاعب اللي بيجي من بره. الناشئ اتربى في النادي الاهلي فعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، قيمه تيشيرت النادي الاهلي، قيمه التواجد في النادي الاهلي من الصغر. دايما هتلاقي ده على مدار التاريخ حتى الان لاعب اللي اتربى في النادي الاهلي دم ليس تقليلا ولا تشكيكا في انتماء او اي 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 لاعب بيتعاقد معاه من بره، لكن طبعا الناشئ مختلف، الناشئ مختلف، وانت لابد انك تعزز من فرص تواجد الشباب والناشئين في الفريق الاول بس بطرق مدروسه، بطرق تخليك متواجد في المنافسه وبتدي الفرصه للاعبين ان انت تستفيد منهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. اكيد. طيب بعد التقرير اللي شفناه عن مباراه النجوم وراي الجمهور في مباراه النجوم، شايف الجمهور شايف مرحله النادي الاهلي ازاي؟ بغض النظر يعني انا بس عايز اقارن برضو الجمهور في الشارع عن السوشيال ميديا، لان في بعض السوشيال ميديا ممكن يكون متسرع في الحكم على الامور، عايز الاهلي يكسب على طول، في حاجات كتير احنا عارفينها على السوشيال ميديا، لكن الجمهور في الشارع برضو بيبقى رد مهم جدا زي ما بيكون الجمهور في المدرجات بيبقى بيديك النبض الحقيقي للفريق في الملعب. بص
خلينا نكون متفقين، وانا مش قصد كلامك انت عشان بس ما تفكرش انا برد كلام عليك، مش عايزين نعمل شيطانه، مش انت، الناس التانية. ليه؟ جمهور السوشيال ميديا، هو جمهور السوشيال ميديا هو انا وانت وقطاع كبير جدا من الجماهير الواعيه، بلاش اقول واعي عشان انا اوصف نفسي، لا بس في جمهور كبير وقطاع كبير جدا 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 واعي من جمهور السوشيال ميديا، وما لا يختلفوا كثيرا عن جماهير النادي الاهلي على فكره، هم جمهور النادي الاهلي. هو الفكره كلها ان انت ازاي تتعامل مع جماهير السوشيال ميديا، طريق الاليات اللي تتعامل معاها مع جماهير السوشيال ميديا. في الجمهور بشكل عام بيحب النادي الاهلي، فمستعجل على ان النادي الاهلي، هو دايما شايف النادي الاهلي طبعا، هو جمهور متعود من التاريخ ان هو النادي بتاعه رقم واحد بالزبط. وان هو لو خسر ماتش او اتنين ده كبه وبتعدي، والفريق بيقوم وياخد بطولات وكل حاجه، فهو مستعجل على انك تعمل كل حاجه كل حاجه. احنا حاسين قوي بالموضوع ده باستعجال جماهير النادي الاهلي علشان بس السوشيال ميديا لسه من كام سنه، انما دي طبيعه جماهير النادي الاهلي على فكره، على طول هي مستعجله على النادي، مستعجله على الانتصارات، شايفه ان النادي ما ينفعش يكون رقم اثنين ابدا. فاللي وصل لنا ان ده من ضغط جمهور السوشيال ميديا، لا احنا وصل لنا صوت جماهير النادي الاهلي بسرعه بقى واحد، لان صوتهم مش موجود في المدرج، ما كانش موجود في المدرج. هو ده دلوقتي المدرج البديل تمام، فلابد ان احنا نتعامل مع جمهور السوشيال ميديا بكل هدوء، ونسمع ونشوف طلباتهم عايزين ايه. في منهم كتير جدا فاهم على فكره، في منهم كتير جدا بيتكلم في حاجات بتظهر بعدين ان هم كانوا صح، وفي مرحله زمنيه كان لهم دور كبير جدا في تغيير المراحل كمان طبعا صح. طبعا وفي ناس كتير جدا استفادت منهم، مش استغلالا، لا في اراء بتبقى ايجابيه طبعا، وفي ناس فيهم كتير جدا فاهمه، وفي ناس كتير فيهم جدا مسؤوله وتقدر تسمع منهم وتقدر تشوف. المهم الاليه، زي ما بقول لك الاليه اللي تتعامل بيها مع جمهور السوشيال ميديا. العيب مش في السوشيال في حد ذاته، العيب في انا بتعامل معاه ازاي. ده انا شايفه كده، فانا شايف ان جمهور المدرجات ما يختلفش كتير عنه، هو واحد. ده ملف محتاج حلقات يا استاذ خالد. طبعا طبعا أكيد طبعا. استاذ خالد التربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار. انا متشكر جدا ومبسوط جدا في قناه النادي الاهلي، وبطلع على جماهير النادي الاهلي العظيمه يعني. شكرا جدا يا استاذ خالد. فقره صحفيه اعلاميه برضه، رؤيه الصحافه في متطلبات المرحله الحاليه ومواجهات الاهلي المتكرره، سواء على المشوار المحلي او حتى المشوار الافريقي. واثناء الحلقه خبر كان مهم جدا، تصدرت المواقع الرياضيه هذا الخبر باعلان الاتحاد الافريقي انحصار المنافسه بين دولتين لتنظيم كاس الامم الافريقيه في صيف عام 2019 بين مصر وجنوب افريقيا، والجميع ينتظر اجتماع المكتب التنفيذي باذن الله يوم 9 يناير من العام القادم، او تحديدا الشهر القادم في عام 2019، لتحديد الدوله التي ستستضيف هذه البطوله بنظامها الجديد 24 منتخب. لكن بعد الفاصل الفقره الحواريه الثالثه والاخيره لزميلي عمر ربيع ياسين، وفقره الكره العالميه، وفي ضيافته الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار